من رام الله دكتور أشرف عكا الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أشرف، بعد التحية، هل يمكن لهذه المطالب، خاصة وأنها تأتي من النواب الديمقراطيين وعلى رأسهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة، هل يمكن أن تؤثر على قرار جو بايدن أو أن تكون ورقة ضغط على البيت الأبيض لتضغط هي بنفسها على تل أبيب وعلى إسرائيل لوقف أولا إطلاق النار، وهل ربما أيضا تؤثر على التمويل العسكري من البيت الأبيض إلى إسرائيل؟ أنا أعتقد ذلك. هناك تفاعلات داخلية في الولايات المتحدة وتحديدا في الإدارة والحزب الديمقراطي تشيران بشكل واضح على أن هناك مواقف وتحولات جدية في طريق التعاطي الإدارة مع هذه الحرب. وأعتقد أن تركيز الإدارة الأمريكية الآن على وقف إطلاق النار عبر تلك المفاوضات التي تجري من أجل يعني الوصول إلى صفقة سريعة لتؤسس بالضرورة إلى وقف نار مؤقت يمهد الطريق إلى نهاية هذه الحرب. أعتقد أن كل هذه المواقف وهذه الإجراءات الداخلية في الولايات المتحدة تدفع الإدارة إلى مزيدا من المواقف الحقيقية الجدية والإجراءات العملية. قد تصل نعم إلى قرارات حتى استراتيجية. يعني خلال الفترة الماضية كنا نقول أن الولايات المتحدة لا تريد الإضرار الاستراتيجي بإسرائيل، ولكن وصلت مواقف الإدارة إلى حد السخط من سلوك يعني الحكومة الإسرائيلية، من سلوك رئيس الوزراء. وأعتقد أن عندما تصل الأمور إلى هذا المستوى من الإعلانات العلنية والمواقف الصحفية يعني الواضحة الصريحة عبر يعني مواقف مختلفة جدية، كنا نستغرب يعني تطور الموقف الأمريكي بهذه المرحلة، لأن إسرائيل تصل إلى مرحلة تعطيل الرؤية الأمريكية والمصالح الأمريكية الغربية في المنطقة وتدفع الأمور إلى حرب شاملة إقليمية. هذا ما يجب أن نفهمه. أعتقد أن كل تلك المواقف بدأت تأخذ طريقها نحو تغير جدي وتحول حقيقي في موقف إدارة بايدن. ولكن لماذا الآن دكتور أشرف؟ يعني كنا نتابع في السابق بعض التصريحات التي تأتي من جو بايدن وتأتي من منسق الاتصالات في البيت الأبيض أو منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. هذه التصريحات كانت تشير إلى عدم الرضا للسياسات الإسرائيلية في هذه الحرب، ولكن هي كانت مجرد تصريحات، لا يوجد تهديدات حقيقية إن كانت عقوبات أو وقف تمويل عسكري. لماذا الآن ربما تغير الإدارة الأمريكية سياستها تجاه إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالتهديد بوقف التمويل العسكري؟ هناك مجموعة من العوامل الأساسية، أهمها أن آخر استطلاعات رأي خلال الساعات الماضية تشير إلى تراجع يعني دعم وتأييد إدارة بايدن في طريقة التعاطي مع إسرائيل ومع هذه الحرب. بالتالي يعني فرص بايدن في الانتخابات أصبحت على المحك، وهناك يعني شبه يعني إجماع لدى المحللين والخبراء والسياسيين أن طريقة تعاطي بايدن مع هذه الحرب ودعم إسرائيل بالضرورة ستؤثر على فرصه في الانتخابات. أضف إلى ذلك يعني الظرف الإقليمي والدولي أصبح يعني لا يقبل استمرار إسرائيل بهذه الحرب بهذه الطريقة بهذا الصرف. وضع الولايات المتحدة في حرج شديد، قيمها، رؤيتها، وجودها، مصالحها الإقليمية والعالمية أصبحت متضررة. إسرائيل بعد قصفها يعني وقتلها لموظفي الإغاثة من المطبخ العالمي، أضف إلى محاولتها يعني تأزيم الوضع مع إيران عبر ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، يعني كلها عوامل بدت واضحة أن نتنياهو وحكومته يدفعان يعني الولايات المتحدة إلى دفع ثمن باهظ كما تدفع إسرائيل من هذه الحرب. ولهذا أعتقد أن كل ذلك يعني يجعل الإدارة الأمريكية تأخذ مواقف مختلفة، أولا لحماية مصالحها وحماية مصالح بايدن وإدارته وفرصه في الانتخابات، وعدم منع يعني جر المنطقة إلى توتر، لأن الحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة عبروا عن رفضهم وعن سخطهم وعن يعني عن مواقف مختلفة ضد يعني أن تقوم إسرائيل بجر المنطقة إلى حرب إقليمية إلى توترات. وهنا تكمن المخاوف الأمريكية دكتور أشرف، يعني حتى وإن كانت هناك تصريحات تأتي من الإدارة الأمريكية
تتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف في استهداف إسرائيل للقنصلية في داخل دمشق أو السفارة في داخل دمشق، وجاء ذلك على لسان جون كيربي. هل بالفعل هناك تخوف حقيقي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تمارس الضغط على إسرائيل، وما هي أدوات الضغط على إسرائيل بخلاف التمويل العسكري؟ يعني هناك شوف يعني ما جرى خلال الأيام الماضية بالقرار، يعني بالقرار مجلس الأمن الدولي، وكيف مررت الولايات المتحدة هذا القرار وسبقها قرارين آخرين، هذا دليل على أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، لوضع إسرائيل في موقف لا تحسد عليه، وهذا يعني وارد وله سوابق تاريخية، خاصة القرار 2334 في أواخر عهد إدارة باراك أوباما، والقرار 27-28 كذلك قرار غاية في الأهمية. أضف إلى أن قد يسمح، أنا أقول هيك، قد يسمح وقد يبرر رد استراتيجي من إيران على إسرائيل، خاصة أن إسرائيل هي المعتدي، والولايات المتحدة هنا تبين أنها والغرب حتى يريدان لإيران أن تلقن إسرائيل درسا ما، لأنها أدخلت المنطقة، أدخلت يعني رغم كل التفاهمات والوساطات ومحاولة إيران عملية الولايات المتحدة تحييد إيران في تلك الفترة الماضية، ونجحت خلال 6 شهور الماضية بتحقيق استهدافها بشكل مباشر، استهداف قنصلياتها بهذه الطريقة، نعم يجعل يعني تبرير الموقف الإسرائيلي يعني هو انحياز، وبالتالي تلاحظ أن الولايات المتحدة تنأى بنفسها، وبالعكس هي تؤيد إنجاز التعبير. وإذا لاحظنا التصريحات الأمريكية أكدت على أن إيران سترد وردا يعني كبيرا قد يطال العمق الإسرائيلي وينطلق من الأراضي الإيرانية، لا تعتمد على أذرعها حتى. هذا ولكن دكتور أشرف يعني اسمح لي دكتور أشرف، يعني في كل التصريحات التي تأتي ليس فقط في أيامنا هذا ولكن منذ يعني عقود، الولايات المتحدة تتحدث بأن إسرائيل هي أهم شريك استراتيجي في المنطقة، هي ربما الصديق والشريك الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة. يعني كيف ربما تخاطر الولايات المتحدة بأمن إسرائيل بهذه الطريقة؟ يعتقد هي ليست مخاطرة بقدر ما أن يعني عجزت الإدارة الأمريكية في الفترة الماضية من تفعيل الأدوات الداخلية في إسرائيل، خاصة المعارضة والبيليكان، من أن يحدث ذلك التغيير، لأن المجتمع الإسرائيلي مجتمع يعني بغالبيته اليوم يلتف حول اليمين وحول الحكومة اليمينية المتطرفة بزعم نتنياهو، وهؤلاء يعني لا يأبهوا تماما بما قد يحدث وما قد يحصل حتى من مصالح إسرائيل الاستراتيجية. أعتقد أن المقاربة الأمريكية الآن تريد أن تردع هذه الحكومة ريثما تمهد الطريق لتغيير إسرائيلي داخلي من جهة، عبر أدوات الضغط الأمريكي من جهة أخرى، وأعتقد أن إسرائيل يعني غير قادرة أن تخوض حروب كبرى في المنطقة دون الدعم العسكري الأمريكي، وهذا ما يعبر عنه القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين بهذا الاتجاه، ولهذا أعتقد أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى هذا الأسلوب من أجل يعني أن تحمي إسرائيل إنجاز التعبير أكثر، لأن توتير المنطقة، الدخول في حرب شاملة بالضرورة يعني ستدفع إسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة ثمنا باهظا وكبيرا لا أحد يريد. من رام الله دكتور أشرف عوكة الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.